في الشام لا قبر لزينب عليها السلام. يزيد والشيرازي لعنهم الله. تحقيقا وتدقيقا وتأكيدا وبضرس قاطع أمنق. فلسفة وتحليل، رسائل من عاشوراء كربلاء. قبر زينب عليها السلام في الشام بين الوهم والسياسة. أولا، في الشام لا قبر لزينب عليها السلام. ثانيا، يزيد والشيرازي لعنهم الله، مجالس عزاء وبكاء ولعن الأعداء. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا تقليد في أصول الدين، لا تقليد في العقائد. أمور لا ترضي الطائفي والتكفيري من كل المذاهب، لكنها توافق واقع وسطية الدين والضمير والأخلاق. أولا، في الشام لا قبر لزينب عليها السلام. أليف، تحقيقا وتدقيقا وتأكيدا وبضرس قاطع أقول إنه لا يوجد في الشام قبر لزينب الكبرى بنت فاطمة الزهراء بنت رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والتسليم. باء، أذا خبر ما عندنا، فماذا عند المشعوذين الشيرازية والأخبارية وباقي أئمة الضلالة وأتباعهم؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثانيا، يزيد والشيرازي لعنهم الله، مجالس عزاء وبكاء ولعن الأعداء. أليف، زيارة الحسين عليه السلام والحزن والبكاء ومجالس العزاء، هل تبيح للشيرازي ويزيد عليهم لعنة الله التسلط والسرقة والفحش وسوء الخلق وانتهاك الأعراض والعنف وسفك الدماء؟ وهل يترتب عليها العفو والغفران؟ باء، طالما سمعتم بمعجزة أو كرامة إقامة مجلس عزاء، بل أول مجلس عزاء للحسين عليه السلام في بيت يزيد لعنه الله، لكن الذي استغفلوكم فيه أن هذه الكرامة أو الفضيلة لو تمت فهي تسجل ليزيد وآل أبي سفيان قبل الشيرازية وباقي المفسدين المستأكلين باسم الدين وفاطمة والحسين عليهما السلام. جيم، نعم، إن مجالس العزاء والمآتم قد أقيمت وانعقدت في قصر يزيد لعنه الله وبيوت الأمويين، وتمت بموافقة يزيد ورعايته وتمويله وبحضور نسائه ونساء آل أبي سفيان. وقد لبسنا السواد وندبنا الحسين عليه السلام 7 أيام. دال، قال الطريحي استدعى يزيد بحرم رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فقال لهم: قلنا نحب أن ننوح على الحسين عليه السلام. قال يزيد: افعلوا ما بدا لكم. ثم أخليت لهن الحجر والبيوت في دمشق، ولم تبق هاشمية ولا قرشية إلا ولبست السواد على الحسين عليه السلام، وندبوه 7 أيام. ها، قال البلاذري، أذن لهن يزيد لعنه الله، أدخل نساء الحسين عليه السلام على نساء يزيد في قصر الخضراء. أقمنا على الحسين عليه السلام مأتما، تصايحنا نساء يزيد وبنات معاوية ونساؤه وولولنا. واو، قال ابن كثير، أكرم يزيد آل بيت الحسين عليهم السلام ورد عليهم جميع ما فقد لهم وأضعافه. وقد ناح أهل يزيد في منزله على الحسين عليه السلام مع آله عليهم السلام 3 أيام حين كانوا عندهم. زاي، قال أبو مخنف، تقنعت هند زوجة يزيد بثوبها وخرجت، فقالت: يا أمير المؤمنين، أرأس الحسين بن فاطمة بنت رسول الله عليهما الصلاة والسلام؟ قال يزيد لعنه الله: نعم، فأعولي عليه وحدي على ابن بنت رسول الله وصريخة قريش.
عجل عليه ابن زياد فقتله، قتله الله. ثم أمر يزيد بالنسوة أن ينزلن في دار على حدة، ومعهن علي بن الحسين عليهما السلام، ومعهن ما يصلحهن. فخرجن حتى دخلن تلك الدار، فلم تبق من أهل معاوية امرأة إلا استقبلتهن تبكي وتنوح على الحسين عليه السلام، فأقاموا عليه المناحة ثلاثة. حاء. بعد أن ثبت أن يزيد وآل أبي سفيان هم أول من أقام مجلسا حسينيا بعد مقتل الحسين عليه السلام، وثبت أيضا أن إقامة المجالس الحسينية في قصر يزيد وبيوت الأمويين ليس فيه جانب إعجازي، حيث إن يزيد قد أقامها بقناعته واختياره ودعمه وتمويله، فلا فرق في المتاجرة والاستئكال باسم الحسين عليه السلام بين يزيد والشيرازية والأخبارية وأشباههم، عليهم جميعا ما يستحقون. وللكلام بقية الصرخي الحسني.